السلام عليكم اصدقاء متشبعي قناه ربيع غزواني، مرحبا بكم في الحلقه رقم 8 اللي غادي نراجعوا فيها واللي غادي نصادفوا فيها الدرس الاخير اللي هو الهندسه الفضائيه جيومتري دون ليسباس. غادي نخدموها، غنديروا واحد المراجعه خفيفه وغادي نخدموا ليها تمارين امتحانات جهويه. يعني غنشدوا امتحانات جهويه وغنمشيو نيشان البارتي ديال الهندسه الفضائيه وغنخرجوها. واش كنتو تخرجوا معايا نتوما؟ ماشي تخلوني بوحدي كنخرج، نخرجوا انا وياكم. قبل ما غادي يطلع لينا عبد الرحمن الجينيريك، بغيت نقول لكم بان القناه الجديده ديال ربيع سلايف تحط فيها اول فيديو اللي هو روتين للاستعداد لامتحان الجهوي، وغنخلي لكم الرابط تحت اسفل في صندوق الوصف ولا في اول تعليق. عبد الرحمن طلع داك الجينيريك. دونك هانتوما قاد ليا الكتوبه كيف ما غندير انايا، ها هو مكتوبه ستيلوات قاد ليا كلشي حطوا لي فوق الطابله ياك. وبدا على بركه الله، يلا بداو على بركه الله في التخراج ديال التمارين من امتحانات جهويه ديال الدرس ديال الهندسه الفضائيه. نبداو على بركه الله كيف ما كيبان لكم دابا في الشاشه، كيبان لكم التمرين رقم 7 عليه 3 ديال النقاط من امتحان جهوي ديال 2022 ديال جهه الرباط سلا قنيطره. دونك التمرين كيف ما كتشوفوا كما كيبان لكم دابا في الشاشه، في دون لا فيغور سيتو ا بي سي دي او اف جي اش باراليبيبيد ريكتانغل دو ديمونسيون، عطاوك ا بي وعطاوك ا دي وعطاوك ا او، صافقين؟ دونك عطاوهم لك كاملين. دونك قال كالكولي او جي، انت قال كالكولي E, G. Donc, E, G, R. C'est E, G, R. On va faire un triangle. Un triangle. راه عباره عن مثلث قائم الزاويه. هنا راه قائم الزاويه، خويا ما يبانش القائم الزاويه تدوين عليه في الدرس، حيت الباراليبيبيد ريكتانغل، متفقين؟ يعني هذا مستطيل، والمستطيل كتكون عنده هنا زاويه قائمه. دونك حنا عطاونا ان ا بي، فني ا بي عطاونا ا بي كتساوي 8 سنتيمتر، اذا حتى اش جي، هاد اش جي كتساوي 8 سنتيمتر، مزيان. عطاونا بان ا دي كتساوي 6 سنتيمتر، اذا حتى اش او حتى هي كتساوي 6 سنتيمتر، يعني فيها 6 ودي فيها 8، اذا دابا خصنا نحسب او جي. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني قال لك بوي مونتري كو اش جي هي جوج جدر 29 سنتيمتر. اش جي هي هادي، شتي هاد اش جي هادي، حتى هاد المثلث هذا هو راه حتى هو قائم الزاويه. هادي غنكونو ديجا حسبناها قبيله في السؤال هنايا. ا اف هادي ا او ا او هي ديجا عندنا 4 سنتيمتر، صافي غنحسبو اش، متفقين معايا؟ دونك هادي الطريقه كيفاش غنخدمو السؤال الاول باش ناخدو نقطه ديالنا. دونك او جي و ا جي بجوجهم غادي تخدمو بيتاغور، مبرهنه فيتاغورس. نبداو على بركه الله في التخراج في الوراق ديالنا. السؤال الاول قال لك كالكولي او جي، دونك كيف ما اختارينا غنختارو تريونغل او اش جي، تريونغل تريونغل ريكتانغل ريكتانغل اون اش، يعني مثلث قائم الزاويه في اش. الناس ديال العربيه راه عادي او اش جي تريونغل ريكتانغل اون اش، مثلث قائم الزاويه في اش. Donc, d'après le théorème de Pythagore direct, حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة لدينا. دونك مثلث دير بحال هكا، وغنرسمو لكم هنايا، دير بحال هكا، هنا عندي اش، هنا عندي او، هنا عندي جي. دونك هذا هو ليبوتينوس، دونك ليبوتينوس او كاري. دونك راه حطيت لكم انا التمرين في الاول، سير خرج سير خدم، متفقين؟ دونك او جي او كاري كتساوي او اش او كاري زائد اش جي او كاري، اش جي او كاري. دونك او جي او كاري ما عندناش، او اش او كاري قلنا انها هي 6 سنتيمتر، وقلنا اش جي او كاري هي 8 سنتيمتر. دونك هذه 8
وهذه 6. دونك 6 او كاري غتعطينا 36 و 8 او كاري غتعطينا 64. دونك 36 زائد 64 كتعطينا 100. هذا كيعني ان او جي، دونك ضروري نقول لهم هذه الكلمه هذه ديال ان او جي بوزيتيف يعني موجبه، يعني او جي او كاري كتساوي 100، يعني او جي كتساوي 10. يعني درنا جذر هنا وجذر هنا وعطاتنا او جي كتساوي 10. اذا النصف ديال السؤال الاول خرجناه، دابا غنمشيو نخرجوا النصف الثاني ديال السؤال. النصف الثاني ديال السؤال غادي نخدموا بالتريونغل كيف ما قلت لكم، اللي هو ا او جي. متفقين؟ ا او جي هو تو ديال بحال هكا، هنا جي، هنا ا، هنا قائم الزاويه في او. دونك ليبوتينيس هو ا جي. دونك ا او جي تريونغل ريكتانغل غتكتب ليهم مبرهنات فيثاغورس، اللي هي ا جي او كاري كتساوي ا او او كاري زائد او جي او كاري. ا جي اللي بغاونا نحسبوها، ا او او كاري ديجا عندنا هي 4 سنتيمتر، 4 او كاري، و او جي يلا حسبناها غير دابا، ها يلا حسبناها لقينا انها كتساوي 10 سنتيمتر. دونك 10 او كاري كتساوي 4 او كاري هي 16، 10 او كاري هي 100. دونك ا جي او كاري كتساوي 116. غنديروا ليها جذر ديالنا، جذر بحال هكا. دونك الغاسين ديال 116 ها هو في كالكولاتريس، جذر 116 غادي يعطينا 2 جذر 9، 2 جذر 29 عفوا، 2 جذر 29. دونك حنا خرجنا السؤال الثاني والسؤال الاول، دونك خدينا نقطة ديالنا بوان، نقطة ديالنا دغيا غير بيتاغور، اللي هو واحد الدرس ساهل وبسيط اللي قريناه اصلا ديجا في الدورة الاولى. دابا غندوزو للسؤال الثاني. دونك بالنسبة للسؤال الثاني قال لك مونتري كو لو فوليوم دو بيراميد ا او جي اش ايغال 32 سنتيمتر. السؤال الثاني قال لك مونتري كو لو فوليوم دو لا بيراميد ا او جي اش ايغال 32. انا نشرح لكم فينا هو هذا البيراميد. البيراميد هو هذا، هذا هو البيراميد. قال لك ا باش ما تكتبش. دونك قال لك ا او جي اش كواد البيراميد شي مع شاد الكاميرا بايد وشاد السيلو بايد كنخطا. دونك هذا راه بيراميد، هرم. اذا الهرم، هرم المساحه ديالو هي هذه، سميت القاعده ديالو لا باس ديالو هي هذه. دونك حنا كنعرفوا بان الفوليوم ديال ديال الهرم هو كيساوي في كتساوي 1 على 3 في لا سيرفاس ديال لا باز في لا هوتور. لا هوتور هو ا او، شتي لا هوتور هو ا او، هو اللي كيكون عمودي على القاعده. مزيان، هاد لا هوتور فرينا مع عندنا لا سيرفاس ديال لا باز، لا سيرفاس ديال هاد المثلث، لا سيرفاس ديال هاد المثلث هي لا سيرفاس ديال المثلث هي عباره على لا هوتور فوا لا باز ديفيزي بار 2. يعني هاد المثلث هذا شكون هي لا هوتور ديال، لا هوتور ديالو هي هادي ولا باز ديالو هي هادي، حيت دوك اللي كيكون فيه زاويه قائمه هذا هو اللي كيكون لا هوتور وهذا كيكون لا باز. اذا لا هوتور لا باز ديفيزي بار 2. متفقين؟ غنحسبوا هاد لا سيرفاس ديال لا باز ونحطوها هنايا، نضربوها في الارتفاع، نقسموها نضربوها في 1 على 3 يخرج لنا الفوليوم. متفقين؟ يلا نبداو على بركه الله في التخرج. اذا بالنسبه للسؤال الثاني قال لك مونتري كو لو فوليوم، دونك قلنا حنا ديجا لو فوليوم هي 1/3 فوا لا سيرفاس ديال لا باز فوا لا هوتور. متفقين؟ دونك الشكل عندنا بحال ما هكا، بحال ما هكا، هذا هو الاسمي، هذا هو هذاك اللي شفنا قبيله، واخا انا راه وريته لكم في التصويره نعاود نوري لكم هنا. دونك لا هوتور عرفناه هو ا او، دونك تساوي 1 على 3 في هاد لا هوتور عرفناه هو ا او. ا او شحال كتساوي؟
كتساوي 4 سنتيمتر. اذا حنا هاد لاوتور عرفناه. دابا بقات لينا لا سيرفاس ديال لا باز. لا سيرفاس ديال هاد لا باز هادي قلنا هو هذا في هذا ديفيزي بار 2، يعني لاوتور اللي هو اش او فوا لا باز اللي هي اش جي ديفيزي بار 2 تساوي. دونك هادشي كامل غادي نعوضوه بالارقام. دونك 1 على 3 نتمنى انه يكون كيبان لكم. وي كيبان لكم. دونك في اش او قلنا القياس ديالو بحال ا دي اللي هو 6، قلنا اش جي القياس ديالو بحال ا بي اللي هي في 8 ديفيزي بار 2 فوا 4 فوا 4. دونك ندخلوا هادشي كامل الكالكولاتريس. الا كانت الكالكولاتريس اوتوريزي راه غتخدم بالكالكولاتريس، ما كانتش اوتوريزي راه غتخدم بعقلك. يعني هاي غنديرو بحال هكا 1 في 6 في 8 في 4 ديفيزي بار 3 فوا 2 فوا 1 تساوي 32. دونك هادشي كامل غادي يساوي لينا 32 كيف ما قالوا لينا هم. دونك 32 سنتيمتر كوب. دونك الفوليوم كنحسبوه بالسنتيمتر كوب، بالنسبه لا سيرفاس كنحسبوها بالسنتيمتر او كاري. بالنسبه الى كان شي قياس ديال شي ضلع مثلا ا بي ولا اش جي ولا شي حاجه كنخدموه بالسنتيمتر. هادشي ضروري باش ما ينقصوش لك النقاط في امتحان الجاوي. نتوما راه عارفين في امتحان الجاوي كيبقاو يحكروا على هادشي، وحنا ما بغيناوش يحكروا لينا على هادشي، وما بغيناش التلاميذ ديال الاستاذ ربيع غزواني يخطئوا في بحال هادشي. متفقين معايا؟ يلا دابا ندوزو للسؤال الثالث. السؤال الثاني هو راه خدينا عليه نقطه سهله بسيطه بزاف احنا خديناها. دابا ندوزو للسؤال الثالث. دونك دابا وصلنا للسؤال الثالث، اخر سؤال في هاد التمرين هذا ديال جهه الرباط سلا قنيطرة ديال العام اللي فات ديال 2022. دونك السؤال الثالث قال لك اون افيكتيون ان غرانديسمون دو لا بيراميد ا او جي اش اون اوبتيان اون بيراميد دو فوليم 108 سنتيمتر كوب ديتيرمينو لو رابور دو سيت ان غرانديسمون. وي دونك هنا عطاوك ان هاد سميتو هاد الهرم هاد البيراميد اللي كتراسم لكم هنايا اللي هو الراس ديالو ا هذا ياك. هذا قال لك داروا لي واحد التكبير، داروا لي التكبير ولا واحد الهرم اخر اللي الفوليوم ديالو 108 سنتيمتر كوب. قال لك ديتيرمينو لو رابور دو سيت ان غرانديسمون. يلا دابا انا غادي نشرح لكم هادشي، ديجا شرحت لكم في سميتو في الدرس ياك، غادي نعاود نشرحه لكم. السؤال الثالث قال لك ان غرانديسمون، ملي كنسمعوا ان غرانديسمون كنعرفوا بان في بريم كتساوي واحد الرابور بويسونس 3 فوا فوليوم. يعني هذا فوليوم جديد اللي طرا لي، هذا كيتسمى جديد. انا كنقول ليه جديد، علاش؟ هو اللي يا اما ولا كبير يا اما ولا صغير، يعني تصغر ولا تكبر. هذا الفوليوم القديم يعني اللي كان عندك في التمرين في الاول، متفقين؟ هذا هو الفوليوم اللي انت حسبتي في الاول في الاسئله الاولين. هذا هو الفوليوم الجديد اللي طرا لي ولا مصغر ولا مكبر. متفقين معايا؟ وهذا كيتسمى الغابور، هذا هو بشحال كبرناه وبشحال صغرناه. مزيان. دونك تما الفوليوم القديم انا عندي هو 32 في ك ما عرفناهاش شحال، كتساوي الفوليوم الجديد عطاه ليا تما هو 108 كيف ما كيبان لكم دابا في الشاشه هو 108. اذا دابا انا خاصاني ك، الا بغيت ك، الا بغيت ك هذا الضرب غيولي قسمه، غتولي 108 ديفيزي بار 32. دونك هذه قسمه هذه، متفقين؟ هذا غيبقى بوحدو وهذه غتقسم لتحت. اذا هذا الضرب كيتحول لقسمه، 32 غتهبط لتحت. ك نحسبوه هنا في الجنب، ك بويسونس 3 ايغال 100. غنديرو حسب لكم قدامكم في كالكولاتريس 108 ماشي كالكولاتريس 16. دونك 108 هادشي 108 ديفيزي بار 32 كتعطينا هذا الرقم، هذا الرقم هذا اللي هو 3.375. ولكن واش حنايا سالينا لا مازال ما ساليناش؟ دونك باقي عندنا هاد البويسونس 3. ديجا شرحت لكم كيفاش كنحيدوا البويسونس 3، ركز معايا مزيان. ها هو البلاصه ديال الغاسين، هاي البلاصه ديال الجدر، ديال البلاصه ديال الجدر هادي كندير الشيفت. ها هو شيفت شيفت غاسين، اش كيطلع لي هنايا؟ عاش كيبان لكم ولا لا؟ كطلع لك جدر وسط فوق منه واحد 3 كالكولاتر 16. دونك كيطلع لك جدر فوق منها 3، شتيها؟ كتكتب داك الرقم الوسط. دونك 3.75
فاصلة ثلاثة سبعة خمسة. شتا كنكتبو داك الرقم. دونك جدر من رتبة ثلاثة باش نحيدو أس ثلاثة كنورك على تساوي داك الرقم اللي طلع ليا اللي هو واحد فاصلة خمسة هو لو غابوغ. دونك ك كتساوي أن فيغكول سانك. غنعاود هاد المؤدل العيبة هادي حيت جد شي حاجة اللي كتكون جديدة عليكم كنعاودها كنبقى نعاود فيها. دونك في بريم كتساوي ك أس ثلاثة في في، هادي قاعدة كتحفظها متفقين. هذا الفوليوم اللي تكبر ولا تصغر، هذا الفوليوم القديم مفهوم. كتحط الرقم ديال هذا، كتحط هذا ما عندوش الرقم، هذا كتحط ليه الرقم ديالو متفقين. يقدر بعد مرات يطلب منك هذا متفقين، يقدر يطلب من عندك يطلب منك هذا، يقدر يطلب منك هذا. دونك انت كتحط لهم الارقام وديك الساعه اللي خاصك راه كديرو. انا خصني ك اس 3، هكا اس 3 غنجد 108 نقسم على 132 نحسبها. كيفاش غنحيد هذا الاس 3؟ كندير شيفت جذر كتطلع لي غاسين ثوازيام يعني من رتبه 3. هذا الجذر اللي من رتبه 3 كنكتب وسط منه داك الرقم 3.375 وكندير تساوي كيخرج لي داك الرقم. دابا ندوزو لشي امتحان جهوي اخر. غادي ندوزو امتحان جهوي ديال جهه مراكش اسفي ديال نفس العام ديال 2022 ديال العام اللي فات متفقين. دونك غادي نمشيو نيشان التمرين ديال الامتحان ديال سميتو جيومتري دون ليسباس اللي هي الهندسه الفضائيه متفقين. كيف ما كتشوفوا التمرين كيف ما العاده، دونك اول حاجه كنقرا التمرين كامل باش نشوف الاسئله ديالو كاملين. دونك قال لك دون لا فيغور سو اس ا بي سي بيراميد مزيان، لا هوتور ديالو هو ا اس ا اللي هو هذا ا اس، هو هذا هو لا هوتور ديالو هذا التخلاني اللي هو اس ا راه كيبان لكم لداخل. لا باز ديالو تريونغل، هاد لا باز ديالو عباره على مثلث ا بي سي ريكتانغل ان ا يعني قائم الزاويه في ا افيك ا بي. عطاونا ا بي كتساوي 2 سنتيمتر، عطاونا ا سي كتساوي 6 سنتيمتر. قالك السؤال الاول فيريفي كو لا ديستانس اس بي، اس بي هاد لا ديستانس هادي متفقين. كيما كيبان لكم هاد المثلث الدخلاني هذا اس ا بي راه مثلث قائم الزاويه شي يعني اس بي راه ليبوتينيس يعني غنخدموها بيتاغور. انا كنخرج لكم الناس اللي بغاو يخرجوا التمرين ها هو قدامكم، خرجوا التمرين سكريني دابا ولا شي حاجه وسير خرجوا راسك. انا غادي نشرح لك دابا غير كل سؤال كيفاش دير وغنخرجوا لك في ورقه. السؤال الثاني قال كالكولي لاغ ديال تريونغل ا بي سي يعني عطاني لا سيرفاس ديال المثلث ا بي سي. كنعرفوها حنا هي لا هوتور فوا لا باز ديفيزي باغ 2، هذا هو لاغ ديال تريونغل. السؤال الثاني ب اون دوير كو لو فوليوم، قال لك حسب لي الفوليوم ديال البيراميد يعني عطاني الحجم ديال الهرم اس ا بي سي. الحجم ديالو راه معروف هو 1 على 3 في لا هوتور فوا لا سيرفاس ديال لا باز. السؤال 3 قال لك لا بيراميد اس ام ان بي، ها هو اس ام ان بي هاد البيراميد الصغير شي، قال لك هو ان ريدكسيون يعني واحد صغير هو ريدكسيون ديال البيراميد اس ا بي سي يعني داروا ليه الصغير. ملي داروا ليه الصغير داروا ليه بكوفيسيون اللي هو 1 على 2، داروا ليه الصغير بواحد على 2 يعني ديك عطاوها لك مونطري كو لو فوليوم ديال البيراميد اس ام ان بي واحد يعني قال لك حسب لي الفوليوم الجديد متفقين. يعني التمرين بسيط وسهل بزاف، انا غنخدمو لكم دابا غادي نخدمو فيه عادي. فيريفي كو لا ديستانس اس بي اللي هي هاي هادي هي لا ديستانس اس بي هادي. دونك هادي هي لا ديستانس اس بي. دونك قلنا غنخدمو في هاد المثلث، هاهو شتي هاد المثلث الدخلاني لداخل. هاد المثلث راه قائم الزاوية متفقين، قائم الزاوية في ا راه هو كيبان ليكم، نتمنى انه يكون كيبان ليكم. دونك بالنسبه للسؤال الاول قلنا قال لك فيغيفي كو لا ديستانس اس بي، هاد اس بي هاد المثلث اس بعد المثلث اللي غنخدمو به هو اس ا بي تريونغل ريكتانغل متفقين. نزربو باش نخدمو الماكسيموم ديال التمارين. دونك اس ا بي تريونغل ريكتانغل مثلث قائم الزاويه، دونك ليبوتينوس اللي هو اس بي او كاري يساوي اس ا او كاري زائد ا بي او كاري. دونك ا بي او كاري زائد اس ا او كاري كيساوي اس بي او كاري. نحطوا لكل وحده الرقم ديالها، اس بي ما عندناش الرقم ديالها هي اللي قال لي نحسبوها. اس ا او كاري اس عندنا ديجا هي 3 سنتيمتر،
زائد AB ديجا عندنا هي 2 سنتيمتر دونك SB او كاري كتساوي 3 او كاري هي 9 2 او كاري هي 4 دونك SB او كاري كتساوي 13 وبما ان 13 بوزيتيف اذا SB نقدر نديرو ليها جذر من هنا وجذر من هنا وتولي هي جذر 13 متفقين دونك السؤال الاول اللي هو فيريفي كو لا ديستانس SB ها هو تخرج قدام عينيكم نمشيو نخرجوا نفس نخرجوا السؤال الثاني هنا يعني في نفس البلاصه حيت ساهل وبسيط بزاف السؤال الثاني السؤال الثاني اش كيقول لي السؤال الثاني كيقول لي كالكولي لير ديال تريانجل ABC دونك S A B C يعني المساحه لا سيرفاس ديال ABC كالتالي ABC هذا المثلث هذا هو هذا المثلث هذا شي هذا المثلث هذا اللي ملون بحال هكا هذا هو اللي غنحسبوا ليه حنا لا سيرفاس ديالو لا سيرفاس ديالو بما ان الزاويه قائمه هنا اذا هذا هو لاوتور وهذه هي لا باز اذا لاوتور هو AB ولا باز هي AC ديفيزي بار 2 حيت فاش كيكون عندي انا مثلث قائم الزاويه هذوك الاضلاع اللي كيكونوا كيشكلوا زاويه قائمه هذا هو اللي كيكون لا هوتور وهذا هو اللي كيكون لا باز هذا هو ارتفاع وهذه قاعده تساوي AB شحال عندنا هي 2 AC شحال عندنا عندنا هي 6 وعلى 2 متفقين دونك AB AC ديفيزي بار 2 دونك كتجي ليا 2 مع 2 تبقى 6 إذن 6 سنتيمتر أو كاري حيت هادي لا سيرفاس لا سيرفاس كنديرو ليها أو كاري وكان فوليوم غنديرو ليه أس 3 بعجالة غنمشيو نيشان وغادي نخدمو السؤال ب هذا السؤال ألف هذا السؤال ب ب الفوليوم ديال بيراميد هو شحال هو 1 على 3 في لا سيرفاس ديال لا باز في لا هوتور 1 على 3 في لا سيرفاس ديال لا باز خرجت لينا هي 6 فوا لا هوتور لا هوتور قلنا هو اس هو 3 مشات ليا 3 مع 3 وغتبقى 6 اذا 6 سنتيمتر كوب متفقين هذا هو الفوليوم او الحجم ديالاش ديال الهرم دونك هما السؤال الاول والسؤال الثاني دابا يلا نمشيو نخرجوا السؤال الثالث دونك بالنسبه للسؤال الثالث السؤال الثالث ها هو قال لك سيدي البيراميد اس ام درنا ليه قرات لكم السؤال قبيله دونك هو كيبان لكم لا بيراميد اس ام ان بي هي اون ريدكسيون ديال لا بيراميد اس ا بي سي دونك الصغاور هذا دونك دابا غيخدموا على هذا الصغاور هذا قال لك الصغاور هذا راه الصغير ديال هذا الكبير هذا متفقين هادو ديال الخدمه اللي قال لك دابا قال لك بشحال صغروه بواحد على جوج اذا عطاونا ك اذا في بريم كتساوي ك بويسونس 3 فوا في بزاف ديال الناس كينساو هاد اس بويسونس 3 ولا فراسك ولا فراسك في البريباراسيون ما تنساش هاد ك بويسونس 3 متفقين دونك في بريم اللي هو هذا كنسميو الجديد يعني الحجم الجديد هو اللي خصنا نلقاو يعني هادي خصني نلقاوها قالك مونطري كو يعني هادي خصني نلقاوها يعني الا خرجت لي 0.75 عندي صحيح اذا في بريم بحال ما عنديش هاهي في بريم ما عنديش ك بويسونس 3 هي 1 سور 2 بويسونس 3 فوا في الحجم القديم هو 6 متفقين الا بغيت نخدم بالكالكولاتريس راه غنخدم بالكالكولاتريس باش تخدم بالكالكولاتريس راه بويسونس 3 غنفرقوا عليهم دونك 1 بويسونس 3 تعطينا 1 و 2 بويسونس 3 تعطينا 8 في 6 دونك هادشي غيعطينا 6 على 8 الا شدينا 6 على 8 وقسمناها سواء في الكالكولاتريس سواء نقسموها في القسمه العاديه دونك 6 قسمه 8 كتعطينا 0.75 كيف ما خرجت ليهم بحال ماك دابا ندوزو لشي امتحان جهوي اخر ان شاء الله ونمشيو ليه نيشان التمرين ديال انا هبطوا نهبط معاكم انا هبط معاكم انا بلا شي مساحه العيبات هذو دابا كنهبط بحال ما كان نهبط دونك هذا شي فين وصلنا دابا امتحان ديال قلميم واد نون قلميم واد نون نمشيو ليه نيشان التمرين ديال الهندسه الفضائيه او التمرين ديال الهندسه الفضائيه دونك ها هو نتمنى انكم تكونوا سكرينيو دابا وصافي فهمتوا الدرس كيفاش وفهمتوا التمارين كيفاش كيتحطوا دونك ها
السؤال الاول مونطري كو او ا كتساوي 3 راسين 2 فني او ا ها او ا شا او ا راه غتخدم باينه كيفاش غتخدم بوي كالكولي اس ا اس 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 ا اس ا فهاد المثلث اللي اصلا قائم بالزاويه المثلث الدخلاني اس ا راه مثلث قائم بالزاويه مونطري كو لو فوليم ديال بيراميد اس ا بي سي تي هو 144 دونك الارتفاع في كذا 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 السؤال الثالث هو البيراميد درنا ليه واحد الريدكسيون كذا ويخرج لي هادي مونطري كو لو رابور حسب لي لو رابور تبقى قال لك حسب لي الرابور صافي ساهلتش متفقين دونك ساهل دابا نبداو نخرجوا في التمرين دونك بالنسبه للسؤال الاول دونك كيف ما قريت عليكم التمرين هذه اللعيبه ديال كنقرا عليكم التمرين راه ماشي غير حيت كندير فيديو لا راه حتى انت في الامتحان الجهوي ديالك خصك تقرا التمرين هو الاول دونك السؤال الاول قال لك مونطري كو او ا كتساوي 3 غاسين 2 دونك او ا كتساوي 3 غاسين شوفوا هاد او ا فين كاينه ها هي كاينه هنايا مزيان دونك قال لك او ا كتساوي 3 غاسين 2 دونك فين غنحسبوا هاد او ا غادي نحسبوها سيدي ركز معايا مزيان هذا مثلث قائم الزاويه قائم الزاويه هنا متفقين قائم الزاويه هنا علاش حيت القطرين ديال المربع راه كيشكلوا زاويه قائمه القطرين ديال المربع هاد المعلومات هادو راه والله ما غتلقاهم شي بلاصه او اقسم بالله ما غتلقاهم شي بلاصه دونك القطرين ديال المربع كيشكلوا زاويه قائمه هادي شي حاجه اللي معروفه وتيكونوا متساويين يعني هذا راه كيساوي هذا كيساوي هذا كيساوي هذا متفقين يلا زيد راه برا هاد المعلومات اللي قلت لك دابا هما اللي غادي يخرجوا لك السؤال الاول انا متاكد ان هاد الناس هادو اللي تحط لهم الامتحان ديال جهه قلميم واد نون حسوا بانه صعيب وما عرفوش يخرجوا السبب اش السبب هو هذا السبب هو انهم ما عارفينش ان القطرين ديال المربع كيشكلوا زاويه قائمه وان هاد الضلع راه كيساوي هاد الضلع هادي الحاجه اللي غتخليك تخرج التمرين بكل سلاسه يلا تبع معايا مزيان دابا كي غادي ندير دونك اول حاجه كدير هي سيدي كدير المثلث قائم الزاويه اللي غتخدم به اللي هو ا او دي ا او دي هو المثلث تريانغل تريانغل ريكتانغل شي ا او دي تريانغل ريكتانغل ا او دي تريانغل ريكتانغل صافي دونك ليبوتينيس هو ا دي ليبوتينيس هو ا دي او كاري كيساوي او دي او كاري زائد او ا او كاري دونك او دي او كاري زائد او ا او كاري هذا او كاري دونك ا دي او كاري فينا هو ا دي او كاري فينا هو ا دي او كاري ما عندناش عندنا ا دي راه بحال ا بي علاش حيت راه كاري راه مربع متفقين دونك ا دي او كاري غيعطينا هو 6 او كاري يلا تبع معايا مزيان او دي او او ا راهم بجوجهم كيتساواو راه بحال بحال او دي او ا بحال بحال كيتساواو اذا نقدر نحط غير او جوج او ا الا كانوا بجوجهم بحال بحال كيتساواو نقدر او دي او تي نرجعها او ا او دي اللي كانت هنا نرجعها او ا حيت او دي راه هي او ا حيت كيتساواو او دي و او ا راه كيتساوى هاد الخط كيتساوى مع هاد الخط اذا او دي نحدر نقدر نحيدها ونعوضها ب او ا تولي او ا و او ا او كاري زائد او ا او كاري كتعطينا جوج او ات كتعطينا جوج او ا او كاري متفقين دونك او ا او كاري زائد او ا او كاري كتعطينا جوج او ات جوج او ات او كاري متفقين نتمنى ان هاد الفكره تكون بانت ليكم هانتوما كانت في الاول عباره على ا دي او كاري كتساوي او دي او كاري زائد او ا او كاري هاد او دي انا حيدته وعوضته ب او ا او دي حيدته وعوضته ب او ا علاش حيت او دي راه بحال او ا و او ا او كاري زائد او ا او كاري كتعطينا جوج او ا او كاري يلا تبع معايا دابا كيفاش غندير او ا او ا او كاري غتساوي هاد الجوج هادي ضرب هذا غتولي قسمه غتولي 6 او كاري ديفيزي بار 2 دونك هاد الجوج هادي اللي هي ضرب هنا كاين الضرب متفقين تقسم يعني جوج غتقسم هنا ها دابا او ا هادي او ا غتساوي لينا 36 على 2 دونك 36 على 2 عطينا 18 متفقين دونك او
او كاري غتساوي ليا 18. قلت لكم انا نقدر ندير جذر هنا وندير جذر هنا، وجذر 18 هي جذر 9 او كاري في 2. جذر 18 هي جذر 9 او كاري في 2، حيت 3 او كاري عفوا، حيت 18 هي 9 في 2 و 9 هي 3 او كاري. دونك 18 هي 3 او كاري في 2، 3 او كاري غتخرج من الغاسين وغتولي 3 غاسين 2. و الا كانت كالكولاتريس مسموح بها راني نيشان غدير غاسين 18 غتعطيك 3 غاسين 2 بلا ما تتعذب براسك بهاد العيبه هادي. متفقين؟ غنعاود من الاول هاد السؤال هذا، حيت صراحه اول امتحان نحتارمو، امتحان ديال جهه قلمي مواد نون، امتحان كان مختلف واحد شويه وكانت فيه واحد شويه ديال الصعوبه، ماشي بحال الامتحانات اللي شفنا قبيله ديال جهه مراكش وجهه الرباط، وحتى امتحان ديال جهه كازا وامتحانات كاملين كانوا ساهلين وبساط، الا هذا الامتحان هذا ديال جهه قلمي مواد نون كان فيه واحد شويه ديال الاختلاف. فهاد السؤال هذا السؤال مونتري كو او ا كتساوي 3 غاسين 2. دونك كيفاش شنو الصعوبه اللي فيه؟ هو ان بنادم ما عارفش ان او دي راها كتساوي او ا. او دي غنحيدها وغنعوضها باو ا، او او ا او كاري زائد او ا او كاري غتعطينا جوج او اس او كاري. متفقين؟ او ا او كاري حطيناها وهاد جوج قسمناها، 6 او كاري هي 36، 36 على جوج هي 18، والجذر ديال 18 هو 3 غاسين 2. دونك النص ديال السؤال الاول احنا خرجناه، النص ديال السؤال الاول احنا خرجناه، يعني 1.25 باقي ما كملناهش، يلاه اجي نكملوها. دابا من بعد ما حسبنا او ا دابا غنحسبوا اس ا. اس ا فين هي هاد اس ا؟ ها اس ا اس هذيك الورقه اللي غيعطيك اللي عطاوكم في الامتحان الجهوي، وخطط فيها كيف ما بغيتي يا صاحبي باش ترجعها موسخه بحال كيف ما كندير انا دابا. ها اس ا مزيان، حيت هذيك الورقه راه غتاخذها نتايا. الا كان مثلا غيعطوكم ورقه اللي ما غتكتبش فيها راه غتاخذها، ولكن عطاوكم ورقه اللي غتكتب فيها لا ما تخربقش فيها. دونك اس ا غادي نخدموا بها في هذه المثلث هذا. ها اس او او هاد المثلث هذا قائم الزاويه هنا، بان لكم ولا ما بانش لكم؟ انا بعدا راه بان ليا. ها هو هاد المثلث اللي درت لكم انا دابا راه هو اللي غنخدم لكم، حيت المثلث قائم الزاويه كيكتبش. دونك هنا هذا قائم الزاويه هنايا، اذا هذا هو ليبوتينيس. اذا السؤال دابا حنا باقيين في السؤال الاول، باقيين خدامين في ليبوتينيس، يعني اس ا او كاري كيساوي اس او او كاري زائد اس او كاري زائد او ا او كاري. اس ا هو اللي بغينا نحسبوه، شفتو اس او ها هو عطاوه لينا هو 12 سنتيمتر، 12 سنتيمتر او كاري. او ا يلا ديجا حسبناه هو 3 غاسين 2 او كاري، 12 او كاري غتعطينا 144، 3 غاسين 2 او كاري، او كاري غيتعطى 3 غتعطينا 9، 9 في 2 هي 18. دونك 144 زائد 18 غتعطينا 148. تحسبيش معايا صافي 162. 162 162 غنديروا لها الجذر. دونك غنديروا لها جذر في كالكولاتريس، شحال غتعطينا؟ غتعطينا 9 جذر 2. سواء نخدموها في كالكولاتريس سواء نخدموها بالدرس ديال 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 لي غاسين. متفقين؟ دونك اس ا خرج لينا 9 غاسين 2. دابا غندوزو للتمرين، السؤال الثاني عفوا، اللي هو مونتري كو لو فوليوم ديال بيراميد اس ا بي سي تي هو كيساوي 144. نخدموا هنايا، حنا مالنا، حنا خاسرين شي حاجه، نخدموا هنا. السؤال الثاني، السؤال الثاني كالكول لو فوليوم، لو فوليوم في كيساوي 1 على 3 في اس بي في اش. شي حفظناه كثرت ما خدمنا التمارين بزاف حفظناه. دونك 1 على 3 في لا سيرفاس ديال لاباز، لاباز عباره على لاباز عباره على كاري، ولا سيرفاس ديال الكاري ساهله هي الضلع في الضلع، يعني ا بي في ا بي ولا ا بي او كاري في اش اللي هو الارتفاع. فين هو الارتفاع؟ لا هوتور اس او. شحال كيساوي؟ 12. نعوضوا بالارقام، 1 على 3 في ا بي كتساوي 6 او كاري في 12.
ها هي غنحسبها قدامكم في كالكولاتريس. دونك 1 على 3 او كاري، 1 على 3 في 6 او كاري في 12. ها هي هاد العيبه هادي. 1 على 3 ديال القاعده لا سيرفاس ديال لا باز قلنا هي الكوتي فوا الكوتي يعني ا بي او كاري يعني 6 او كاري فوا لا هوتور قلنا هو اس ا هو 12 تساوي 144. داكشي اللي خرج لكم خرج لينا. عاد شحال زوينه هاد الفرحه هادي، عاد شحال زوينه هاد الفرحه هادي فاش كيقول لك بين انها تخرج لك 144 واش حتى انت كتخرج لك 144 راه كتفرح واحد الفرحه راه لا يمكن. دابا غنمشيو للسؤال الثالث. شوف فاش قلت لكم انا في الاول اقسم بالله الا اصعب تمرين هذا ديال الهندسه الفضائيه هو يعني الا فهمتي معايا هذا التمرين ديال جهه قلمي مواد نون ديال 2022 اقسم بالله الا صافي اي تمرين كيف ما كان غادي تفهموا غادي تخرجوا مزيان. متفقين؟ الصعوبه فين كاينه؟ كاينه في السؤال الاول ديال او ا يعني الناس ما عارفينش ان هذه كتساوي هذه، وكاينه حتى واحد الصعوبه هنا واحد البياج واحد الفخ كاين هنا. هاد الفخ هذا ما شفناهش في التمرين الاول ديال جهه الرباط، وما شفناهش في التمرين الثاني ديال مراكش، وما شفناهش حتى في كازا، ما شفنا حتى شي حاجه اخرى، ولكن شفناه هنا. دونك الفخ كالتالي، يلاه ركز معايا مزيان عطيني عقلك هنا، بغيتك تقعد الجلسه في الكرسي وتقول زكا بلاتي هاد التمرين هاد اللعيبه غنفهمها، هو غيشرحها لينا غنفهمها دابا، يلاه تبع معايا مزيان. البيراميد اس او اف جي اش، انت ركز معايا هاد البيراميد هذا اس او اف جي اش، هاد البيراميد شتي كيبان لك ياك هاد البيراميد الصغير قال لك راه ريدكسيون ديال هاد البيراميد الكبير، هاد الكبير كامل متفقين. دونك هذا الصغير ديال هذا متفقين، بحيث ان لاغ سميتو المساحه ديال او اف جي اش ديال هاد المساحه ديال هاد الصغير هذا هي 4 سنتيمتر. مونتري كو لو رابور هو هذا، يلاه تبع معايا مزيان. قبيله انا قلت لك الفي بريم كتساوي ك بويسونس 3 فوا في، هادي الا بغينا نعرفوا الحجوم. اما الا بغينا نعرفوا المساحات اس بريم كتساوي ك او كاري فوا اس، هاد النقطه هي فوا في، يعني الا بغينا الحجوم كنديروا ك بويسونس 3، ولكن بغينا لا سيرفاس كنديروا او كاري. مزيان. دونك انا ما غنخدمش بهادي حيت هنا قال لك لاغ، عطاوني لاغ. اذا لاغ لاغ جديد هذا اف جي اش ديال الهرم جديد شحال كيساوي؟ 4. وكا كاي اللي بغاونا نحسبوها كا او كاري في، وشنو هو لاغ القديم؟ لاغ القديم هو ديال هذا الكبير هذا لا سيرفاس ديال هذا. اذا لا سيرفاس ديال هذا هي سميتو لا سيرفاس ديال القديم ها هي اس بريم، وهذا لا سيرفاس ديال الجديد. متفقين؟ جديد جديد شحال خرج لينا قبيله؟ ا بي او كاري شحال؟ ا بي او كاري هي 6 في 6 هي 36. لا سيرفاس ديال هذا المربع الكبير هي 6 في 6 هي 36. اذا دابا انا الا بغيت ك او كاري غنقسم 4 على 36. متفقين؟ 4 على 36 غنخدم كالكولاتريس. 4 على 36 ها هي 4 قسمه 36 شحال عطاني؟ 1 على 90. واحد على 90 اذا ك او كاري غتعطينا 1 على 90. اذا الا بغينا نحيدو الاو كاري كنديرو الجذر، غنديرو الجذر هنا وجذر هنا. الجذر الغاسين ها هي الغاسين ديال 1 على 90 غتعطينا 1 على 3. 1 على 3 مونتري كو 1 على 3 هاكا خرجت لك 1 على 3. يلا تخيل معايا عاوتاني قال لك مونتري كو كا كتساوي 1 على 3 وتتخرج لك 1 على 3. هاي شحال زوينه هاد اللعيبه هادي، هاي مونتري كو 1 على 3 وتخرج لك 1 على 3. متفقين؟ دونك حنا في التمارين اللي فاتوا داكشي الاعتيادي كنخدموا بهادي ديال في، ولكن هنا ملي تسمع لاغ يعني هذاك اللي داروا لي ريدكسيون عطاوك لاغ ديالو يعني زكا ما تحسبش بهادي غتحسب بهادي. متفقين؟ عاود التمرين وعاود بشويه بشويه غتلقى راسك ساهل وبسيط بزاف. دابا غنمشيو لاخر سؤال اللي هو كالكولي في بريم. سهل هذا السؤال، هذا غنديرو غير هنايا. السؤال ب، سؤال ب. دونك بالنسبه للسؤال ب ساهل وبسيط بزاف، قال لك في بريم. دونك بالنسبه للفي بريم كتساوي ك بويسونس 3 فوا في،
ك بويسونس 3 هي لقيناها هي 1 على 3 و 3 في في اللي هي في في القديم في الجديد هي اللي بغي نحسبو حنا في القديم هي وقيل حسبناها هي 144 دونك في هذا السؤال الاخر هذا ديال كالكولي في بريم ها هي في بريم كتساوي ك اس 3 في في ك اس 3 لقيناها هي 1 على 3 اس 3 في الحجم ديال القديم الحجم ديال القديم هي 144 غندخلوا هذا الشيء في كالكولاتريس ها هي دونك قوس 1 على 3 اس 3 في 144 شحال تساوي لنا 16 على 3 16 على 3 كنشوفوها هي 16 على 3 متفقين دونك دابا كنكونوا خرجنا تقريبا ما عقلتش شحال خرجنا ديال التمارين المهم تقريبا 3 ديال التمارين كانوا مختلفين واحد كان فيه التكبير وواحد كان فيه التصغير وواحد كانت فيه هذه العلاقه اللي بحال ما هكا دونك كيف ما كتشوفوا خدمنا 3 ديال التمارين من امتحانات الجهويه ديال العام اللي فات يعني بحال بغيت تحط يا اما غيتحط لك بحال هذا يا اما غيتحط لك بحال هذا يا اما غيتحط لك بحال هذا واحد في هاد التمارين هو اللي غادي يتحط لك ان شاء الله في امتحانات الجهويه دونك الهندسه الفضائيه كملناها في الحلقه 8 هذه غتكون اخر حلقه الحلقه الاخيره ديال الدروس يعني صافي الحلقه 8 سالينا جميع الدروس من الحلقه 1 حتى الحلقه 8 درنا جميع الدروس حيدناهم عليهم متفقين الحلقه الجايه ان شاء الله الحلقه 9 والحلقه 10 غيكونوا عباره على امتحانات جهويه غنبدا نصحح لكم في امتحانات جهويه من الاول كيف ما هوك كنحطوا البيسي بحال ما كنحطوا امتحانات جهويه بقى خدام لكم في امتحانات جهويه وتبقى خدام وجد لي دابا انت وجد لي واحد الدفتر بحال هذا ياك اللي دير فيه الملخص اللي كندير في جميع الحلقات يعني تبدا من الحلقه 1 وتبدا كدير في الملخصات الملخص ديال الحلقه 1 الملخص ديال الحلقه 2 الحلقه حتى الحلقه 8 باش ان شاء الله في الحلقه 9 توجد واحد الصفحه وتكتب فيها التصحيح ديال الامتحان الجهوي اللي غادي ندير لكم ان شاء الله في الحلقه 9 بالسلامه عليكم بالنسبه للتنقيط ديال الامتحان الجهوي ديال الهندسه الفضائيه في الامتحان الجهوي راكم شفتوه قدام كيتحط عليه 3 ديال النقط بالسلامه عليكم نتلاقاو في فيديوهات الجايه.